والسلام يقول الله عز وجل وهو يتحدث عن الداخلين في النار: قيل ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. طبعا الجن والإنس، أنا فسرنا الجن أنهم أن بعض امتدادات الجن يعني المستترين، يعني الزعماء والسادة والأحبار والرهبان غالبا يدخلون، أو في ظني يعني يا معشر الجن قد استكثرت من الإنس. بالتأكيد ما في جان جعلنا نقتل بعضنا، وإنما إنس مستترين من الجنة، من الجن، من مادة الجنة من فيها استتار، بخلاف الأنس، آسف، الإنس الذي مأخوذ من الأنس أو الذي تأنسه وتجده، البائع، المشتري، الرجل العادي، المعلم كذا. قيل ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم، انظروا ضرر السلف، السلف السيء، السلف الطالح، قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. أنتم مسؤولون، أنتم أيها العامة اللي يقولون اتبعنا، لكم أيضا ضعف. ليش؟ الله أعطاكم عقول وأسماع وضمائر ودعمكم بنبوات وكتب، اتقوا الله، ألا ترون؟ ألا ترون؟ لماذا تعطلون سمعكم وأبصاركم؟ لماذا تكونون من شر الدواب؟ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. هل تحسب أن الله أعطاك هذا النعم مجاني بس كذا حتى تتفرج المسلسلات وتسمع أم كلثوم وفيروز؟ لا، أيضا اسمع الهدى والبيان والحق، اسمع البرهان، وأعطاك لسان لتقول. والله سامحنا على كثير من الكتمان. إذن لكل ضعف ولكن لا تعلمون. قالت أولاهم، كيف يردون عليهم السلف؟ قالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. يعني يرفسونكم هؤلاء الذين دلوكم على العداء والبغضاء والتكفير واستحلال الدماء، تقولون والله أضلونا وهم حرفوا ما كنا ندري، يا رب ما كنا، لا 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 لا، الله قد منحكم أسباب النجاة، والسلف هؤلاء اللي اتبعتمهم يردون عليكم ويرفسونكم رفس. هذا له علاقة بالكبر، ولذلك الله عز وجل يقول بعد ذلك: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها. هذا عام ليس خاص في كفار قريش. أليس هناك آيات الآن نتكبر عنها؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا. طيب ما نتكبر عنه؟ ألم يقول الله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان؟ ألم يقول؟ ألم يقول؟ ألم يقول؟ هذه تكبروا عنها أكثر المسلمين. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي ماذا؟ المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. شوف المسلمين ماذا فعلوا، جعلوا الظالمين والمجرمين والمستكبرين كلها أبو جهل وأبو لهب وبس، أما نحن ما شاء الله ما في زينا. لم يفعل هؤلاء مثل ما فعلنا هؤلاء فقط بس لأنه كان النبي في وجههم فاستعظمنا مصيبتهم، لكن عدد من قتلوا، عدد من عذبوا، عدد من أجاعوا، عدد أقل بكثير مما فعلنا. والإنسان هو الإنسان. صحيح يعني يبقى للنبي خصوصية، لكن غيره ماذا فعلوا؟ قتلوا مسلمين مثل ما نقتل، كذبوا مثل ما نكذب. طبعا أتحدث بالنون، نون المتكلم للوضع العام، يعني الوضع العام الإسلامي، يعني خاصة التيارات المغالية المتطرفة، وهي واضحة جدا، وهم التيار السلفي ومنه التيار الوهابي.
هذا واضح، ينبغي أن ما نغطي أعيننا ونعمم أيضا، وأن كل يعني كل واحد نعم كل مذهب نعم فيه خبلان ومتطرف، بس مضبوط يعني المذاهب مضبوطة. نحن ما التيار السلفي والوهابي مذهب غير منضبط أبدا، غير منضبط، مختصر بعشرين ورقة ويروح يكفر ويفجر. شرحنا في آيات الشرك، شرحنا أشياء كثيرة في هذا الأمر، وأن هذه الموبقات حتى كلمة الغفلة ذكرها الله أيضا، ذكر في هذا الباب، ذكر في آيتين تدل على ذلك. لحظة بالله، أظن في نعم في سورة يونس، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هذا الأرباب وأيضا الأتباع ما يعرفون، هم يعتذرون عند الله يقولون ترى ماك ترى يا رب ما نعرف أنهم عبدونا، والأتباع يقولون والله هؤلاء ضلونا ما نعرف. يا أخي الله منحك ماذا؟ بالله ألا ترى؟ ألا تسمع؟ ألا تعقل؟ بدل هذا المخاصمة تخاصم أهل النار، لا مرحبا بهم، بل هؤلاء لا مرحبا بهم. الآن راجع، عندك فرصة، عندك فرصة أن تراجع، هل أعبد غيري أم لا؟ هل أعبد مذهبا أو رمزا أو تيارا أو سياسة أو كذا؟ خاصة في ارتكاب الجنائيات، ارتكاب أو الأخطاء في الأفكار، هذه سهلة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن من وسعك أن تعرف، أن ترى، أن ترى صور الأطفال، صور النساء، أن تقرأ، أن تقارن، أن شوي شوي يعني، لا تتكبر، لا تعبد، هي هذه العبادة، عبادة من دون الله هي هذه. والله لو انتهى الشرك من المسلمين لكنا أسعد الأمم وأكثرها تآخيا وصدقا وإنتاجا وتسامحا وكل شيء خير. عبادة الله وحده لا شريك له لا تأتي إلا بكل خير، أما إشراك الأنداد والشركاء والشفعاء والسادة والكبراء الذين المنحرفين طبعا عن الجاد، الذين يأمرون بمشروع الشيطان، العداء والبغضاء والسوء الفحشاء، وأن تقولوا على الله احفظوها،